لدى استقبال سموه لسمو رئيس اتحاد كرة السلة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الإنجازات للأندية الرياضية الوطنية رفعت اسم مملكة البحرين وجعلته خفاقا في مختلف المحافل، وأضحت بفضلها البحرين إلى جانب تميزها في باقي المجالات محط الأنظار إقليميا ودوليا، لافتا سموه إلى أن الرياضة عكست جانبا من الترابط الذي يتميز به المجتمع البحريني. وقال سموه إن الشباب الذي يقوم على عاتقهم اليوم تطور الحراك الرياضي يعتبرون أحد ثروات الوطن، وجهودهم المخلصة ستظل محل تقدير وتدفعنا نحو تقديم مزيد من الدعم والإسناد لقطاع الرياضة والشباب، مشيدا سموه على أن مسيرة التطور الرياضي متواصلة ودعم الشباب مستمر ليتفرغوا للتدريب الذي يطورهم وينعكس على مسيرة التطور الرياضي في المملكة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، حيث قدم لسموه كل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة ولاعبي نادي المحرق الحاصل على كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة 2017 ورئيس وأعضاء مجلس إدارة ولاعبي نادي المنامة الحاصل على لقب دوري كرة السلة للعام 2017. وخلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء مجلس إدارة ولاعبي ناديي المحرق والمنامة على تحقيق هذا الإنجاز المتميز الذي يعكس روح المثابرة التي تحلى بها لاعبو الفريقين وأجهزتهما الفنية ومجلسا إدارتيهما، متمنيا سموه لهم مزيدا من التفوق والنجاح فيما هو قادم من منافسات محلية وإقليمية ودولية. وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة على صعيد تطوير الاهتمام بلعبة كرة السلة في مملكة البحرين والارتقاء بمستواها الفني حتى وصلت إلى مستويات راقية في فنون اللعبة ومهاراتها. وأكد سموه أن الحضور القوي والمشرف الذي تحققه كرة السلة البحرينية في المنافسات الداخلية والخارجية يدعو إلى الفخر والاعتزاز، منوها سموه إلى الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في ظل ما تحمله من قيم وأخلاق في تهذيب النفوس وتحقيق التقارب بين الشعوب. ودعا سموه إلى أهمية الاستفادة من دور الرياضة في الارتقاء بطاقات الشباب وتوجيهها في الأمور النافعة بما يعزز من مشاركتهم في خدمة مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات. وأضاف سموه أن الإنجازات التي حققتها البحرين في العديد من الأنشطة الرياضية في الفترة الماضية تعكس ما تحظى به الرياضة في المملكة من اهتمام وافر على كافة المستويات، معربا سموه عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الإنجازات الرياضية التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن خالص شكره وتقديره على ما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم لا محدود للرياضة والرياضيين، وهو الأمر الذي يشكل حافزا لهم على تحقيق الإنجاز الذي يرتقي بمكانة مملكة البحرين في مختلف المنافسات الرياضية. وأكد أن توجيهات سموه تعد منهاج عمل في المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على المستويات العالية التي قدمها في الفترة الماضية، فيما أعرب أعضاء الاتحاد البحريني لكرة السلة ولاعبو نادي المحرق لكرة السلة ولاعبو نادي المنامة لكرة السلة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يمالي سموه تقديمه من دعم وإسناد لقطاع الرياضة والشباب، مشيدين بما يقوم به سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة من جهود من أجل نهضة كرة السلة البحرينية وتطويرها إدارياً وفنياً، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لهذه الرياضة ذات الشعبية الكبيرة في مملكة البحرين.